السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده أنا هعرض لكم قائمة بكل معاهد الجمهورية الخاصة المعتمدة، وكمان هعرض لكم المعتمدة خارج مصر، وهعرض لكم مصاريف بعض المعاهد، وهكتب لكم تحت في الديسكريبشن كل حاجة بالدقايق، يعني المختص بالهندسة هقول له المعاهد بتاعت هندسة بتبدأ من كام، وكل حاجة هتبقى بالتفصيل تحت في الديسكريبشن. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشيروه بين اصحابكم عشان هم كمان يستفيدوا. ولو في اي اسئله اكتبوا لي تحت في الكومنتس، انا برد على كل الكومنتس بتاعتكم. وزي ما قلت لكم ان انا جبت لكم لسه بكل معاهد الجمهوريه، فياريت يا جماعه تتفرجوا كويس قوي وتجيبوا ورقه وقلم وتتفرجوا للاخر وتشوفوا ايه المعهد اللي ممكن تحبوه او يناسب قدراتكم وتكتبوه في ورقه. ساعتها في الاخر هيبقى عندك محصله من 5 ل6 معاهد، هتكونوا عارفين انتوا عايزين تقدموا ايه وعارفين ايه المعاهد المتاحه قدامكم. وكمان عايزه اضيف ان انا نزلت امبارح فيديو للناس اللي هتجيلهم كليات بعيده عن محافظتهم او هتجيلهم كليات هم مش هيكونوا عايزينها، في فيديو تقليل الاغتراب الرابط بتاعه ظاهر قدامكم ده. وبرده كل الناس المهتمه بكليه علوم نزلت فيديو كل تفاصيل كليه علوم برده الرابط اللي قدامكم، والناس اللي هتجيلهم حاسبات ومعلومات او كليه علوم او كليه زراعه الرابط اللي ظاهر برده قدامكم ده مهم جدا تشوفوه. اول معاهد هتكون المعاهد الخاصه لي بكليه هندسه، الفيديو فيه كل المعاهد. وبعد ده هعرض لكم فيديو خاص بكليه هندسه للمعاهد المعتمده واللي محتاجينها خارج مصر. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا كل واحد المعهد المناسب ليه جغرافيا، مناسب ليه في امكانياته. تاني قسم معانا هيكون لشعبة التجارة وعلوم الحاسب ونظم المعلومات. ومش عايزين ننسى يا جماعة ان المعاهد دي بتخرج ناس معاها شهادات محترمة، كل الفكرة ان انتوا تشتغلوا جدا على نفسكم وتاخدوا بالاسباب وان شاء الله تحققوا احلامكم، فمش شرط معهد او كلية عشان تحققوا الحلم اللي انتوا عايزينه. القسم اللي بعده الاقسام الخاصة بكلية اعلام ولغات. والأقسام الخاصة بالسياحة والفنادق.
وما تنسوش وانتوا بتحددوا الرغبات تحددوها على اساس انتوا حابين ايه او قدراتكم بتساعدكم في ايه، فما تكتبوش بس المتاح قدامكم، لا اكتبوا الحاجة اللي انتوا حابينها عشان لما هتدخل الحاجة اللي انتوا حابينها هتعرفوا تكملوا فيها. والقسم الأخير معانا هيكون للمعاهد الفنية. دي كل المعاهد على مستوى الجمهورية بأقسامها المختلفة. دلوقتي هناخد المعاهد المعترف بها عالميا وخاصة في دولة ألمانيا، المعاهد الخاصة بالحاسبات والمعلومات ومعاهد الهندسة. دلوقتي نيجي لقسم الأسعار، مصاريف المعاهد الخاصة. المفروض دي المصاريف بتاعت 2021، بس برضو زيادة تأكيد المفروض بتتصلوا على المعهد وبتتأكدوا بنفسكوا. وكمان كان في كلام من الوزير ان نسبة المصروفات للمعاهد هتزيد بنسبة 10%، فلو عايزين تعرفوا ارجعوا للمصروفات القديمة بتاعت المعاهد وزودوا 10% وانتوا تعرفوا المعهد بياخد كام. ونصيحة مهمة جدا، تتأكدوا من موقع الوزارة ان المعاهد معتمدة فعلا، وما تنسقوش ورا اي اعلان كاتب ان المعهد بتاعه معتمد، لان في معاهد كتير قوي مش معتمدة. فعشان تتأكدوا لازم تدخلوا على موقع الوزارة وتدوروا على المعهد اللي انتوا فيه اللي انتوا عايزين تقدموا له وتتأكدوا اذا كان ده معتمد ولا لا. ودي كانت قائمة بكل معاهد الجمهورية، أتمنى أكون ساعدتكم في اختيار المعهد المناسب. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشيروا الفيديو مع أصحابكم عشان هما كمان يستفيدوا. ولو في أي سؤال خاص بالموضوع ده اكتبوا لي تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت من فيديوهات تقليل الاضطراب وفيديوهات المرحلة، واستنوا الفيديوهات الجاية إن شاء الله هتبقى عن أقسام الكليات في مصر.